الأخلاق تضمن للفرد كفرد سعادته في الدنيا. هذا الشيء الأول. هذا أول مكافأة يعطيها الله تعالى للأفراد المتخلقين. أكو هنالك كلام لطيف يقولون كل عمل يحتوي على جزائه في ذاته، ما يحتاج إلى جزاء خارجي. كل عمل، كل خلق نبيل، هذا يحتوي على جزائه في ذاته. الأخلاق تضمن، أول ما تضمن سعادة الفرد كفرد في هذه الدنيا.